مساء الخير. نهار اليوم ارتفعت درجات الحرارة وكانت الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وبلغت العظمى في عمان 32 درجة مئوية. هاي الليلة بتكون الأجواء معتدلة وبتوصل درجة الحرارة ل 21 درجة، مع فرصة لهطول زخات محلية خفيفة من المطر في جنوب وشرق المملكة مع رياح مثيرة للأتربة. غدا أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وبتوصل درجة الحرارة بنهار 31 وبتنخفض بالليل ل 21 درجة. الخميس أجواء حارة بنهار وبتوصل ل 30 درجة، وبالليل أجواء غالبا صافية وبتوصل ل 19 درجة. يوم الجمعة انخفاض بدرجات الحرارة بتوصل بنهار ل 29 وبالليل بتنخفض ل 18 درجة. ننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى ليوم غد. اربد الليلة 19 وغدا 32، عجلون أجواء غالبا صافية 18 وغدا 30، المفرق الليلة 15 وغدا 33، جرش الليلة 18 وغدا 33 درجة. السلطة الليلة 21 وغدا 30، الزرقاء 20 وغدا 33، مطار ملك علياء الليلة 16 وغدا أجواء غالبا مشمسة 34، البحر الميت الليلة 24 وغدا 37. مادبا الليلة 17 وغدا 32، الكرك 17 وغدا 30، الطفيلة 19 وغدا 28، جبال أشراح أجواء غالبا صافية 18 وغدا 27 درجة مئوية. البتراء الليلة 18 وغدا 30، معان 18 وغدا 34، وادي رم 22 وغدا 36، العقبة الليلة 26 احتمال تساقط أمطار وغدا 36، أجواء غالبا مشمسة. ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية. بيروت بنهار 29 وبالليل 24، دمشق 36 وبالليل 18، القدس 29 بنهار وبالليل 18، القاهرة بنهار 33 أجواء غالبا مشمسة وبالليل 23 درجة، بغداد 41 وبالليل 25، الكويت 39 بنهار وبالليل 29، المنامة 34 بنهار وبالليل 31، الدوحة تساقط أمطار بنهار 37 وبالليل 27 درجة، أبو ظبي أجواء مشمسة بنهار 36 وبالليل 29، مسقط 33 وبالليل 28، رياض 37 بنهار وبالليل 27، صنعاء احتمال تساقط أمطار بنهار 20 وبالليل 11 درجة مئوية.